السلام عليكم. اليوم راني متواجد في الفضاء المقابل تاع الجامع الكبير، ونجي نروح نطلع على الاشغال تاع الحديقه الكبرى هذه اللي راهي مقابله تاع الجامع، ونحاول نعطي نظره على مدى تقدم الاشغال والنوعيه تاع الأشغال والمواد المستعملة، وكذلك نخليكم أنتم تاخذوا نظرة على الأشغال هذه بدون ما تتفقوا هضرة معايا. إذا نخليكم أنتم تاخذوا فكرة على الأشغال هذه. السلام عليكم.